السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي اللي بتابعوني في سلسلة فيديو معلومة الخاصة بنباتات الزينة الخارجية والداخلية. إن شاء الله في هذا الفيديو هنتكلم عن نبات الريحان أو نبات المشموم كما يطلق عليه في دول الخليج. طبعا نبات الريحان من الشجيرات سريعة النمو مستديمة الخضرة، تزرع بالأوراق، تزرع بالعقل والبذور. العقل يتم زراعتها في مصر ودول الشام في شهر 3 و4، البذور كذلك أيضا في مبدأ الربيع والصيف يتم زراعة بذور الريحان. في دول الخليج والعراق يتم زراعة العقل في شهر 11 و12 و1، لأن درجة الحرارة بتكون مناسبة لنمو الجذور، وأيضا زراعة البذور بتتم في هذه الفترة من العام. طبعا شجيرة المشموم شجيرة عطرية محببة لكل الناس، في منها أصناف تستخدم في الطهي وفي منها أصناف تستخدم لاستخراج الزيت العطري. يتم طبعا تسميد شجيرة الريحان في مبدأ نمو الشجيرة في بداية موسم النشاط في شهر 3 و4، بإضافة الأسمدة النيتروجينية، لأن الهدف منها هو الحصول على الأوراق يعني. أيضا بيتم إضافة الأسمدة العضوية للشجيرة حتى في حالة فترة السكون، لأن طبعا بتدفي التربة وبتمد النبات بالعناصر الغذائية الكافية للحفاظ على حياته في هذه الفترة. طبعا شايفين هنا هذه الشجيرة بتحتوي على العديد من الشماريخ الزهرية. طبعا الإخوة اللي هم عايزين يحتفظوا بالبذور أو ياخدوا من الشجيرات الموجودة عندهم، طبعا بيتركوا بعض من الشماريخ الزهرية على النبات ويقوموا بقص الباقي حتى لا تتعجز الشجيرات يعني وتتجه كلها للنمو البذري وتفقد النمو الخضري المميز ليها. طبعا بتنضج البذور في حوالي شهرين بعد خروج الشمراخ الزهري على الشجيرة، ويتم جفافها تماما، يعني لابد ان احنا بتتلون البذور باللون الأسود حتى يتم قطفها وتجهيزها للزراعة للموسم التالي. شجيرة الريحان من الشجيرات المحبة للماء. فترة النمو فترة الربيع والصيف لابد من إضافة الماء يوميا أو يوم يوم، ويجب أن تكون التربة مبللة بالماء، يعني ترطيب خفيف، يعني بحيث أن برضو زيادة الماء تؤثر على النبات تأثير سلبي في عفان الجذور طبعا، لكن لابد ان احنا نرطب التربة بصفة مستمرة خاصة فترة المساء في البلاد الحارة صيفا. طبعا لما بنيجي نعمل العقلة الطرفية اللي هي بتستخدم في الزراعة، تكون معانا المقص وبنشيل جزء من النبات بهذه الصورة، وبننزع الشمراخ الزهري وبنجهز العقلة للزراعة بهذا الوضع، وبننزع أيضا الشمراخ الزهري، بتكون هذه هي العقلة الجاهزة للزراعة في نبات الريحان من شهر 3 و4. هذا هو نموذج العقلة الطرفية القابلة للزراعة في شهر 3 و4 من شجيرة الريحان. كده إن شاء الله نكون اتكلمنا على شجيرة المشموم أو الريحان. وطبعا شايفين هنا العاملين يعني بيقوموا بقص الشماريخ الزهرية حتى نحافظ على شكل الشجيرة بالنمو الخضري المميز ليها بصفة مستمرة، لأن احنا زي ما ذكرنا إن ترك الشماريخ الزهرية بيؤدي إلى يعني وقوف الشجيرة عن النمو الخضري وخروج أوراق أو فروع خضرية جديدة واتجاه الشجيرة للنمو البذري وتكوين البذور. فطبعا بنفقد جزء كبير من النشاط الخضري ليها اللي احنا اصلا بنستفيد بيه يعني في يعني سواء الروائح يعني او الاستخدام المنزلي. طبعا يعني بالجدير بالذكر ان احنا نقول ان شجيرة الريحان بيتم اخذ البذور وتقطيرها لاستخراج الزيت العطري زيت الريحان. كده ان شاء الله نكون اتكلمنا على شجيرة الريحان بإيجاز، وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.